بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قسمنا درس الحصة الماضية على 3 فقرات. أخذنا أول حاجة الاحتمالات باستخدام التوافيق، وتاني حاجة باستخدام التبديل، وعرفنا يعني إيه حرف الإس يعني إيه حرف الإف، وعرفنا إن أي احتمال ما هو إلا عدد نواتج الحدث على عدد نواتج فضاء العينة، وشرحت بالتفصيل الحالة الأولى والتانية. الدرس عشان طويل قسمته على 3 مراحل. المرحلة النهاردة المرحلة الثالثة والأخيرة في الدرس، وهو إيجاد المتغير العشوائي والتوزيعات الاحتمالية. وفي حاجة اسمها القيمة المتوقعة، التوزيعات المنفصلة، الاحتمالية المنفصلة. هنيجي نبص دلوقتي على يعني إيه متغير عشوائي. أنا دلوقتي لو جيت رميت قطعة نقود مرة واحدة هتشوف إيه؟ يا إما تشوف صورة يا إما تشوف كتابة. طب لو رميتها مرة كمان يا إما تشوف صورة أو كتابة، يبقى ممكن تكون الصورة مع الصورة أو الصورة مع الكتابة، أو تكون الكتابة مع الصورة أو كتابة مع كتابة. يبقى قلت قبل كده عدد عناصر فضاء العينة بتساوي إيه؟ عدد الوجوه القوى أو الأسس بس عدد الرميات. اما ترمي قطعه النقد مره مرتين، قطعه واحده مرتين متتاليين، زي ما ارمي 2 مرة واحدة هي نفس النتيجه. اما ارمي 2 مرة واحدة هتشوف كتابه صوره او كتابه كتابه او صوره كتابه او صوره صوره، زي ما ترمي واحده مرتين متتاليين هو نفس الناتج. يبقى انا دلوقتي عندي حلق قطعه نقد مرتين متتاليين، طالب مني اكتب فضاء العينه، دي اول حاجه. تاني حاجة طالب مني إذا كان إكس متغير عشوائي يدل على عدد مرات اللي هتظهر فيها الشعار، عايزني أكتب جميع الاحتمالات الممكنة. طيب بعمل إيه؟ أول رمية الحذفة الأولى هتكون يا إما إتش يا إما تي، يا إما صورة يا إما كتابة. دي الرمية الأولى. طب الرمية الثانية هتكون H T. دي الرمية الثانية. طيب نمرة 1 عايز فضاء العينة. فضاء العينة يا إما هتكون H كده أو H T أو TH أو TT. الحاجة الثانية بيقولي إذا كان إكس متغير عشوائي بيدل على عدد مرات ظهور الشعار. طيب الشعار هنا ظهر؟ لم يظهر. لم يظهر الشعار، يبقى عدد مرات ظهوره 0. طب هنا الشعار ظهر كم مرة؟ أهي الشعار أهو مرة واحدة. طب هنا الشعار ظهر كم مرة؟ مرة واحدة. طب هنا الشعار ظهر كم مرة؟ مرتين. أجي 1 أجي 2، ده اسم متغير إكس. بيقول لي عايز احتمال كل واحد، يبقى تالت خطوة هنعمل جدول واكتب فيه إكس اللي هي المتغير إكس اللي هو بيعبر عن عدد مرات ظهور الشعار، وهنا احتماله بي إكس probability لهذا المتغير. يا إما الاتش مش هتظهر خالص، يا إما هتظهر مرة واحدة، يا إما هتظهر مرتين. احنا عارفين إن أي احتمال له بسط ومقام. المقام عدد عناصر فضاء العينة. تعال نعد عدد العناصر، 1 2 3 4. يبقى المقام هنا 4، المقام هنا 4، المقام هنا 4. طب ما ظهرش الشعار ولا مرة، كام؟ مرة واحدة اهو، ما ظهرش ولا مرة، مرة واحدة، واحدة من الأربعة، يبقى 1/4. ظهر الشعار مرتين، مرة واحدة، هنا مرة واحدة وهنا مرة واحدة، يبقى كام؟ يبقى 2. ظهر الشعار مرتين، أهي، واحدة من الأربعة، يبقى 1/4. أجي أسألك سؤال جديد، أقول لك بين أن هذا التوزيع
توزيع احتمالي، يعني اجمع مجموع الاحتمالات اللي هي الربع زائد الربعين زائد الربع يديني واحد صحيح. فعلا هتديني 4 على 4 يعني واحد صحيح. خلي بالنا من حاجه مهمه جدا جدا يا ولاد، كلمه بين ان التوزيع توزيع احتمالي لازم يكون المجموع الاحتمالات بواحد للشيء الواحد. زي ما اقول لك ايه، اقول لك في سنه التحضيريه جامعه الملك سعود لقوا 80% نتيجه النجاح فيها و10% رسوب. هل دي بتبين توزيع احتمالي؟ قلت 80% 80% ناجح، وقلت 10% رسوب. هل دي بتدل على توزيع احتمالي؟ لا، لان لو جمعت 80% زائد 10% هتديني 90%، موصلتش 100%، موصلتش الواحد الصحيح، وبالتالي دي لا تبين توزيع احتمالي. انما لو قلت 80% ناجح و10% رسوب وقلت 80% ناجح و10% رسوب و10% دور ثاني، يبقى انا حددت لما اجمع دول على بعض هيدوني 100%. طالما اداني 100% يعني ايه يا اولاد 100%؟ يعني 100 تقسيم 100، 100% دي معناها تقسيم 100، 100 على 100 يعني واحد صحيح. تصبح دي بتبين ان هذا التوزيع توزيع احتمالي. كده انا خلصت يعني ايه متغير عشوائي ويعني ايه الاحتمالات بتاعت كل متغير. ده الفقره الاولى. قلنا الحصه الماضيه ان اي احتمال بتتراوح قيمته ما بين 0 و1، لا يقل عن 0 ولا يزيد عن 1. وقلت ان الاحتمال الحدث المستحيل، الحدث المستحيل ان هو يكون مفيش فاي، حدث مستحيل يعني فاي. يعني انت مثلا دلوقتي اي طالب منكم بابا مسافر، فوجود باباك في البيت في امريكا في المانيا في ايطاليا في اي حته، والدك او اخوك، وجوده النهارده حدث مستحيل، يبقى الحدث فاي، احتماله 0. ده الحدث المستحيل، احتماله 0. الحدث فاي لانها مجموعه، الاحتمال عدد يا اولاد، عدد الاحتمال 0. اما الحدث المؤكد، حدث المؤكد ان انت قاعد قدام صاحبك او شايف حاجه او ظهرت نتيجتك، ده حدث مؤكد. ظهرت نتيجتك بتاع الترم الاول وجبت 98%، جبت 100%، جبت 96%، ده حدث مؤكد ان انت حصلت على النتيجه بتاعتك. حدث المؤكد ده بقول عليه احتمال 1. اي حاجه بكره هتحصل دي نسبه اقل من 1، لان ما اعرفش بكره هيحصل ايه. وقلت قبل كده المثال ده، قلت انت بكره هتزور صاحبك، حاجه مش اكيده، بندي على الاقل 10%، مش عارف اذا كنت هروح ولا لا، بقول 9% 90% جاي، 80% جاي، 70% جاي، اكون مش واثقه خالص ان انا جاي، 30% جاي، بنسبه 30% حاجه، وهكذا. يبقى اي احتمال بيكون ما بين 0 و1. طيب انا عايزه اعرف عنوان جديد دلوقتي، التوزيعات الاحتماليه المتقطعه. التوزيعات الاحتماليه المتقطعه اسمها discrete distribution. هناك نوعين من التوزيعات، توزيعات continuous متصله اسمها continuous distribution، وفي discrete distribution توزيعات متصله وتوزيعات منفصله. انت ما عليكش المتصل، المتصل ده بيتحل بحاجه اسمها integration تكامل، وده هتاخده في الجامعه. على فكره الماده الاستات بتتاخد طول يعني، وانت اول ما تدخل الجامعه تاخدها، ممكن في تحضيري، ممكن في اولى، ممكن في ثانيه، جميع الاقسام بتاخد استات لان حاجه ماده اساسيه. طيب اما اجي ابص انا على التوزيعات المتقطعه، في عندي تطبيق في الكتاب، هذا التطبيق اشوف بس اجيب ورقه. على التوزيعات المتقطعة، اسمح لي، ايه كلمة توزيعات متقطعة؟ دلوقتي يا ابني انت واخوك، لو اخوك ده التوأم بتاعك، وانت اخوه انت جبت 100%، هل انت لما تجيب 100% هتأثر على اخوك؟ لا طبعا مش هتأثر على اخوك في حاجة، انت
جبت 100% ممكن اخوك يجيب 100% او ممكن اخوك يجيب 98%. دي حاجه ودي حاجه. دلوقتي انا ما برمي حجر نرد وارمي حجر تاني نرد، انت رميت حجر نرد ظهر لك العدد 5، لو ترميه واحد تاني ممكن يظهر الواحد العدد نفسه 5 او يظهر 6 او يظهر 2 او يظهر 1 او يظهر 3، يظهر اللي يظهر. يبقى انت دلوقتي حجر نرد ده وحجر نرد ده، ظهور هنا ممكن يظهر مره ثانيه، مفيش اي مشكله، حوادث متقطعه مش متصله ببعضها. خلاص لما اجي اقول حاجه ثانيه مثلا يا اولاد، لما اجي اقول ان انت رميت ايه تاني، الحجر الواحد رميته وظهر عدد 3، ممكن ترميه تاني يظهر العدد 3، ممكن ترميه تالت يظهر العدد 3، عادي عادي. دي كلها احداث متقطعه. عندي مساله في الكتاب اللي هي بتقول لك انت رميت حجر نرد حجرين نرد مره واحده، حجرين مره واحده. فانا عملت ايه؟ انا جيت رسمت لك هنا، طبعا اول مساله معمول لك جدول وكل حاجه، رسمت لك هنا ادي الرميه الاولى، ادي الرميه الاولى يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه يا سته، وادي الرميه الثانيه 1 2 3 4 5 6، انت رميت كده الحجرين فهيظهر لك هنا 6 وهنا 6. دي كل الاحتمالات الممكنه، يا اما 1 1 يا اما 1 2 يا اما 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 وهكذا وهكذا وهكذا. تلاحظ حاجه، انا عملت لك الجدول اللي هو اساسا موجود في الكتاب، بس انا هفهمك ازاي الجدول ده اللي موجود عندك في الكتاب. ايه الاثنين دي؟ ان يكون مجموع العددين 2. مجموع العددين 2 اهو 1 زائد 1 2 اهو، واحد بس، عنصر واحد بس اللي هو يديني المجموع 2. طيب على كل العناصر دي قلت لك قبل كده ان عدد الوجوه بس عدد الرميات يديكي عدد عناصر فضاء العين. عدد الوجوه 6 أس 2 يديني 36، يبقى هنا مرة على 36. طيب عدد الوجوه 3 هتعمل كده 1 زائد 2 3 و2 زائد 1 3، يبقى 2 عنصرين على 36. عدد الوجوه 4 هتعمل كده 1 2 3 1 و3 و2 و2 و3 و1، يبقى 3 على 36. عدد الوجوه 5 هتعمل كده 1 و4 2 و3 3 و2 4 و1، اهي 4 على 36. عدد الوجوه 6 هتعمل كده، ادي 1 2 3 4 5 5 على 36. عدد الوجوه 7 1 و6 7 2 و5 7 3 و4 7 4 و3 7 5 و2 7 6 و1 7، يبقى اصبح 6 على 36. بعد كده هيبتدي ينزل تاني، هيبتدي ينزل، بصوا كده معايا، هيبتدي ينزل، شايفين هنا 2 و6 8 8 8 8، عددهم كام؟ اهي 5، يبقى هنا هنا 5 هنا 5 هنا 4 هنا 4 هنا 3 هنا 3، اهي اهي 1 2 3 4، وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين 6 و6 12 اللي هي 1 على 36. يبقى ده اسم المتغير العشوائي بيدل على مجموع الوجهين، وده اسمه ايه يا اولاد؟ ده اسمه الاحتمال المطلوب. خلاص اللي هو البروبابيليتي، احتمال كل واحد، مجموع 2 المجموع 3 المجموع 4 المجموع 5 وهكذا. طالب مني بعد كده قايل لي الناتج الاكثر امكانيه، واضح ان الناتج الاكثر امكانيه اللي هو فوق اللي هو هنا 6، 6 على 36 دي اكبر حاجه. يبقى لما يكون المجموع 7 ده الناتج الاكثر امكانيه، احتماله 6 على 36. المطلوب الثاني بيقول لي عايز احتمال ان يكون المجموع 5 او 11، او في الاحتمال معناه زائد. كلمه او في الاحتمال معناه زائد. المجموع 5 نشوف المجموع 5 4 على 36 اهي 4 على 36. او المجموع 11، مجموع 11 2 على 36. اجمع طبعا المقام متوحد على 36، 2 و4 6. 6 على 36 يعني 1 على 6، لان هقسم البسط ده على 6 والمقام على 6
تديني 1/6. بكده خلصت هذه المسألة. طيب طلب حاجة تانية منك اللي هو هتشوف الحاجة التانية. أنا عايزة القيمة في حاجة اسمها القيمة المتوقعة، والقيمة المتوقعة دي تخص فقط الاحتمال المتقطع، توزيعات الاحتمالية المتقطعة discrete distribution. الاحتمال القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة من المطلوب بالرمز EX expected value. القيمة المتوقعة دي ايه؟ القيمة المتوقعة ما هي الا سيجما، القانون بتاعها سيجما اكس اي اللي هو المتغير العشوائي ضرب البي اكس طبعا من الاي، من الاي تساوي 1 الى ال. طيب اجي اسالك سؤال وده موجود عندك في الكتاب، اوجد القيمة المتوقعة عند القاء حجر نرد مرة واحدة. اروح جاي عاملة ايه؟ اروح جاي عاملة الجدول ده يا ولاد، واكتب الاكس المتغيرات اللي هي الوجوه اللي هو 1 وجه 1، الوجه 2، الوجه فيه 3، فيه 4، فيه 5، فيه 6. احتمال ظهور العدد 1 مرة واحدة يبقى 1/6. احتمال ظهور العدد 2 برضو 1/6. احتمال ظهور العدد 3 1/6. 1/6. 1/6. 1/6. طب انا عايزه القيمه المتوقعه. القيمه المتوقعه اقول كده القيمه المتوقعه اللي هي الاي اكس اكسبكتد فاليو دي بتساوي سيجما اكس بي اكس، بتساوي السيجما دي معناها جمع، يبقى هضرب الواحد في سدس زائد الاثنين في سدس زائد التلاتة في سدس زائد 4 في سدس زائد 5 في سدس زائد 6 في سدس، واحط كل ده على الآلة هيطلع لي 3.5. بكده أنا خلصت، هبتدي أحل دلوقتي معاك مسائل إن شاء الله. يلا نشوف كده مسائل مع بعض من الكتاب، نشوف إزاي بنحل. نبص مع بعض، مديني اخبار بيقول لي اجريه، طبعا ده تدرب وحل المسائل. اجريه موقع الكتروني مسحا للمصادر التي يحصل منها الناس على الاخبار بشكل رئيس، والجدول المجاور يبين نتائج هذا المسح. التلفاز الاحتمال بتاعه 35%، يعني بتاخد المصدر بتاعك، عايز تعرف اخبار، عايز تعرف اي حاجه عن بلدك، عايز تعرف حاجه عن الرياضه، فبتاخد يا اما من التلفزيون يا اما من المذياع اللي هو الراديو، يا اما من عند الاصدقاء تتصل باصحابك وتعرف، يا اما من الصحف وطبعا دي قلت جدا، يا اما من خلال الانترنت، يا اما مصادر اخرى. بين ان هذه البيانات تمثل توزيع احتمال. عشان ابين ان هذه الاحتمالات تبين توزيع احتمالي اعمل ايه؟ اجي اقول بي اكس، خليني اكتب هنا بي اكس تساوي اجمع 35% زائد 31% زائد 2% زائد 11% زائد 19% زائد 2%، اجمعهم على بعض بالآلة هيدوني 1 صحيح. بين يعني اثبت، بين يعني اثبت. طيب بعد كده بيقول لي اختار احد الذين شملهم هذا المسح عشوائي، فمن احتمال ان يكون مصدره الرئيسي الصحف او الانترنت. كلمه او في الاحتمال معناها جمع، يبقى احتمال ان يكون مصدره صحف او انترنت. الصحف كام كانت؟
الصحف كانت 11% زائد الانترنت 19%، هنجمع 0.3 او 30% هي هي، يبقى ده الاحتمال. طيب بين او مثل البيانات بالاعمده ولا حاجه، عشان تمثل البيانات بالاعمده بتعمل كده كده، بتكتب هنا الاحتمال، وطبعا لازم تعمل مقياس رسمه مظبوط. يعني انا لو قلت هنا 5/10، 5 لا هيبقى بعيد قوي، خليه من هنا 1/10، 2/10، 3/10، كفايه كده. كفايه كده تمام. اما بص هنا هكتب تلفاز، هكتب يعني تلفاز مذياع ميم، هكتب اصدقاء الف، هكتب صحف صاد، هكتب انترنت اي، هكتب مصادر اخرى مصادر ميم صاد. طيب 35%، طبعا انا هكتب 4/10، 35% اول حاجه التلفاز، هطلع هنا واحط هنا في النص واعمل كده واظلل. وبعدين تاني حاجه 31%، اقل شويه فوق ال 30 على طول، واعمل كده واظلل. اللي بعديها 2%، 2% اقل من 1/10، دي 2% تحت، هعمل كده مثلا 2%. اللي بعديها 11% فوق الواحد بالظبط كده هنا كده. اللي بعديها 19% قبل 2/10 كده مثلا. اللي بعديها 2% بسيطة قوي، يعني صغرها قوي قد ما تقدر، 2 كده 2% اهي بس كده. ده طبعا انا هرسم واحدة بس، مش هرسم بعد كده. في مسألة بتتكلم عن الأزهار، هي هو رسمها لي، رسم لي أزهار، بيقول لي احتمال عدد الأزهار الحمراء 1-0، ولا زهرة حمراء 2/10، زهرة واحدة حمراء تقريبا 45%، زهرتين حمراويتين 2/10، 3 أزهار حمراء 1/10، 4 أزهار حمراء 5%. بيقول لي احتمال أن يكون ولا واحدة حمراء، احتمال أن تكون ولا واحدة حمراء، ولا الأرب 0، ولا واحدة حمراء، ولا واحدة حمراء أهي اللي هي 2/10، 2/10. طيب جي إيه؟ البي ما احتمال أن تكون زهرتين على الأقل حمراويتين. شوف كلمة على الأقل بتلخبط كتير، فأنا عايزة أفهمك يعني إيه على الأقل وعلى أكثر. أما أقول لك أنت بتروح لجدتك على الأقل مرة في الشهر. معروف ان انت بتزور الجده دايما، معظم الناس بيزوروها مره في الايه، كل اسبوع في الويك اند. فانا اما اقول مره على الاقل، وانت بتروح لها مره في الاسبوع، يبقى يا مره على الاقل، يبقى يا 2 يا 3 يا 4. كلمه على الاقل اطلع لفوق على الاقل، بينما على الاكثر 4 مرات، يبقى يا اما 4 يا اما 3 يا اما 2 يا اما 1 يا اما 0، لان ممكن تكون مسافر فمش هتروح. يبقى ده بيقول لك على الاكثر تنزل لتحت، على الاكثر تنزل لتحت، على الاقل بتطلع لفوق. اتليست وات مور، اتليست يعني من تحت لفوق، وات مور يعني من فوق الى اسفل لغايه ما توصل للصفر. فهنا بيقول لي ما احتمال ان تكون زهرتين على الاقل حمراء 2، يبقى يا اما 2 على الاقل، يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4، لغايه لما توصل لاخر حاجه اللي هي الاربعه. يبقى كلمة على الأقل بتزود، يبقى على الأقل 2، يعني كأني بقول إن الاحتمال الريد أكبر أو تساوي 2، أهي الريد الحمراء أكبر أو تساوي 2، يبقى من أول 2 2/10 زائد 3 1/10 زائد الواحد من عشرة لما أقسمها على 2، 1/10 لما أقسمها على 2 أنزل العلامة العشرية، ودي ما تنفعش فيها الصفر، فيها الخمسة، يبقى 5%. طب تعال نجمع كده، حط هنا طبعا ايه، حط هنا صفر، حط هنا صفر عشان تعرف تجمع، 5 و0 و0 يبقى 5، وبعدين 0 و1 1 1 و2 3 كده اهو. خلاص يا ولاد. طيب طبعا انت ما بتزود صفر على يمين ولا كأنك عملت حاجه. تعالوا معايا الصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها في سؤال حلو بيقول لي ايه،
ان هو كذا سؤال مش سؤال واحد. تمام. بيقول لي درجات اجري اختبار في الرياضيات لطلاب الصف الثالث الثانوي والجدول ادنى يبين نتائج هذا الاختبار. اللي حصل على درجه ايه اللي هو الامتياز 29% وبي 43% وسي 17% والدي 11% والفولس يعني راسي ما فيش ولا واحد راسي. بيقول لي ايه اختار بيني ان هذا الاحتمال توزيع احتمالي عشان اثبت ان التوزيع احتمالي بنجمع 29% زائد 43% زائد 17% زائد 11% وبعدين صفر طبعا زي قلته يبقى ناتج واحد. يبقى ده انا بينت ان ده توزيع احتمالي. اختير طالب وكان تقديره بي ما احتماله؟ يبقى احتمال ان يكون بي اشوف البي كام؟ البي 43%. طيب هنا بيقول لي سؤال حلو. مسابقات يبين التمثيل بالأعمدة احتمال أن يربح كل طالب بجائزة. من لديه الفرصة الأكبر للربح؟ اللي لديه فرصة أكبر اللي هو أطول عمود. أطول عمود هو بلال. يبقى اللي لديه فرصة للربح هو بلال. وما احتمال ربحه بالجائزة؟ احتمال ربحه 30%. احتمال ربحه 30% يعني 30%. أيهما له فرصة أكبر للربح؟ ناصر أم محمد؟ طبعا محمد أعلى. اعلى اللي اعلى هو اللي ليه فرصه اعلى للربح. يبقى محمد هو اللي ليه فرصه اعلى للربح. اوجد ربح محمد او بلال. يعني هجمع الاحتمال بتاع محمد واحتمال بلال. احتمال محمد 20%. احتمال محمد او بلال. احتمال محمد 20% زائد احتمال بلال 30%. يبقى الناتج 50%. وكده أنا خلصت هذا الدرس وإلى اللقاء في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.